خليني أسأل حمادة في الجزئية دي، هل من الممكن إنه اللي حصل مع مارسيل كولر والنادي الأهلي الموسم ده يبقى مجرد صدفة، أو يبقى توفيق زيادة، أو يبقى ضعف المنافسة؟ والله أنت خدت بطولة أفريقيا، المنافسة مش أحسن حاجة، والله أنت خدت الدوري المحلي، أغلب المنافسين بتوعك مش في أفضل أحوالهم، فبالتالي نجاحك ده يترجم لأنه حظ كويس، توفيق زيادة، جت بالصدفة، المنافسة مش على أعلى، يعني هل ممكن يتقري في السياق ده؟ لا يعني قطعا لا. بص كابتن احمد، لما تيجي كمحلل او كاداره او كحد مسؤول بتيجي تحلل انا ليه نجحت او ليه ما نجحتش، بيبقى عندك اسباب ممكن المشجع العادي ما يعرفهاش او ما بيشغلش دماغه بيها. انت شغلانتك التحليل، اه شغلانتك الارقام، فانا بالظبط عايز اشوف وجهة نظر الارقام والتحليل قايله ايه في القصه دي. بالظبط. انا بالنسبه لي فكره ان مارسيل كولر اول مره ينزل افريقيا او مره يشتغل بره الدول الاوروبيه، انا بالنسبه لي حاجه طبعا عامل مؤثر مش في صفه، ولكن الراجل مع الموسم او في خلال الموسم الراجل تدارك الموضوع. تمام. ولكن انا بالنسبه لي في ثلاث عوامل، لو انت ما عدتش 80% في الحاجات دي انت مش هتعرف تاخد بطوله حتى لو انت ابن مصر. يعني لو انت مثلا مدرب لو اجنبي انت وعايش عايش في في مصر بقى افريقيا ودايس وعارف كل حاجه، لان فرقها دي بالنسبه لي انا انت ده خبره معرفيه، لكن انا ايوه، بالنسبه لي الشغل بتاعك الفني اول حاجه. بس انا خد بالك برضو يعني اللي عنده خبره في افريقيا، يعني لو تفتكر تجربه موسيماني، عامل اضافي يعني بيديلك موسيماني كريدت عارف طبعا. مين الوداد وعارف مين سان داونز وعارف مين الترجي وعارف مين، عارف افريقيا ولعب مع الفرق دي وعارف ازاي يقابلهم وعارف ازاي صحيح مديرينهم الفنيين بيفكروا. لكن لما تيجي ترمي بكولر وهو جاي من سويسرا، من اوروبا، من النمسا، من المانيا، تقول له خش المعترك الافريقي والعب في ملعب افريقيا، برضو قصه اكيد صعبه جدا. قصه، بس هي الفكره كلها ان الثلاث عوامل اللي اشتغل عليهم مارسيل كولر اشتغل عليهم صح جدا، ساعدوه ان هو يتدارك كل العواقب اللي عدت قدامه. ايه الثلاث عوامل؟ اولا اول حاجه وبالنسبه لي ودي اهم حاجه وسر الخلطه زي ما قلت قبل كده في نجاح النادي الاهلي السنه دي، هو الشغل البدني. النادي الاهلي بدنيا السنه دي هو بالنسبه لي هو احسن موسم على الاطلاق. تعال نرجع لفتره لورا كده، علي لا دي معلول نقلة، دي نقلة لازم أقف عندها، مش لأنه طبيعيه مشاكل الأهلي في الثلاث الاصابات. مواسم اللي قبل كده بالظبط هي الناحية البدنية، الناحيه البدنيه الاصابات إجهاد، عندك كان مش بس معدل مش إصابات، طبيعي. حتى اللعيبة السليمة مستوياتها البدنية في الملعب وصلت لمرحلة من الإرهاق، إنها بتديك يعني 50% 60% من اللي أنت فانت متعود عليه. السنه دي انت كل اللعيب عندك اعتقد ان هي ما اتصابتش. انا لاول مره في تاريخ بيرسي تاو من ساعه اصلا ما احترف ومن ساعه ما كان بيلعب في صن داونز بالظبط، يلعب انه موسم يقعد من يوم 24 يناير حتى الان ما اتصابش، يعني نمسك الخشب ما يعني شاء الله. بس ما اتصابش. ده بدليل ان الراجل شغال صح. شغال صح ازاي؟ ان هو بيتعامل بشكل علمي بحت، في داتا بتتقدم. انا بالنسبه لي الداتا دي عامل مؤثر ومساهم في كل قرار فني انا باخده. انا فاكر الاهلي في بدايه الموسم عمل قياسات وعمل دي ان بصمه ايه وعمل كل حاجه، كل حاجه يعني اتعملت، فده كان عامل مؤثر جدا وسر ان لعيبتك لحد اخر لحظه في الدوري واخر لحظه في الموسم كانت واقفه على رجلها. ده العامل المهم. العامل التاني والعامل النفسي، انا بالنسبه لي مارسيل كولر من اذكى اللعيبه او من اذكى المدربين اللي نزلت مصر بقى لها فتره طويله. اولا الراجل ده عامل معادله صعبه جدا، الراجل ده دمه خفيف، عنده قبول، حازم، هادي، هادي، وبيتكلم بشكل كويس على اللعيبه حتى لو كان في اخفاق، بس في نفس الوقت اللعيبه ما بتكرهوش. كمان عمره ما انتقد لاعب في الاعلام، عمره ما اتكلم بشكل سلبي على لاعب موجود عنده. الراجل ده عارف يخلق حاله كويسه للعيبه اعلاميه. انا عمري ما اطلع اقول انا محتاج مهاجم، رغم ان انت ممكن يكون عندك مهاجم وده يتاثر عليك بشكل سلبي. انا مثلا كراس حربه موجود في النادي الاهلي، لما الكوتش بتاعي يطلع مثلا اعلاميا يجي يقول لي انا محتاج مهاجم، فاذا انا ماليش لازمه في الفرقه، فيتاثر عليا بشكل مش سلبي. بالضروره يعني، مش بالضروره يعني انا لما بقول ما يعني النهارده انا بقول صراحه الاهلي محتاج مهاجم، لكن ده لا يقلل من اهميه او حجم او تاثير المهاجمين اللي موجودين في في ناس النادي الاهلي، في صح لعيبه ولا؟ ضعاف نفسيا خد ما بالك، بتقدرش خد تتحمل بالك ده.